بتعملي مع حدا مشانين صحتك كيف تطوري مشروعك تطوير الاداء بإدارة الجودة وتطوير الاداء؟ مؤسسة بيلدينج ماركتس اللي عم نعمل معهم المشروع حاليا هي مؤسسة غير ربحية تعنى بدعم المشاريع الصغيرة ودعم رواد الأعمال، وهي إلى فروع في أنحاء العالم. هون في تركيا تعنى بدعم الشركات الصغيرة المملوكة من لاجئين أو اللي توظف لاجئين. اليوم الحدث الفعالية هي بالتعاون مع مركز أمان، والمعروف مركز أمان بدعم المرأة وتقديم فعاليات كتير لدعم المرأة بشتى النواحي ومنها سيدات الأعمال. فنحن عملنا التفعالية اليوم بالتعاون معهم لحتى نجمع السيدات اللي عندهم شركات هون في تركيا ونوفر لهم أول شيء اليوم الحدث عن المرونة في الأزمات، بالإضافة رح نقدم لهم برامج تدريبية فردية لكل شركة أو لكل سيدة 5 جلسات تدريبية واستشارية رح نقدمها لحتى تطوير أعمالهم. المركز اللي أنشأته باسطنبول هو عبارة عن بيئة حاضنة للسيدات، بنتبادل الأفكار بمجالات الحياة المختلفة، دائما بعطيهم أفكار تطويرية، بتعطي الأمل، بتعطي التفاؤل، بتفتح الآفاق وبتبث الوعي عند السيدة. هلأ الحمد لله وصلت لمرحلة إنه صارت المؤسسات اللي ممولة من جهات داعمة تعمل شراكات معي، بحيث تساعدني على دعم هدول السيدات، تقدم لهم استشارات مثل ما لاحظتوا مؤسسة بيلدينج ماركت، تخليهم يقدروا ينجحوا أعمالهم، إذا في عندهم مشاكل تساعدهم على حلها، تساعدهم على تظبيط ترخيصهم، توصلهم مع مؤسسات قانونية لحل المشاكل القانونية اللي عندهم أو أي مؤسسة هن بيحتاجوا لها. يعني لحد الـ 50 تعتبر نص، يعني هي صراحة مشان تبادل الآراء والخبرات، يعني وأنا دائما متعودة أتعامل مع مركز أمان يعني مع الدكتورة أروى، لأن كتير صراحة بيسقل الموهبة اللي عنا وبيحفزنا كتير إنه نستفيد من تجارب الآخرين سواء من سلبياتهم أو من إيجابياتهم. والله الأزمات كتيرة يعني لا تعد، لكن كون إنه نحن عنا شغف بالمجال اللي نحن عم نشتغل فيه فحاولنا قدر المستطاع إن يعني تعدى هي الأزمة. يعني فما بعرف، أنا بحس إنه الرؤية الواضحة والشغف بالشيء ما بيخليك توقفي على نقطة معينة. يعني تعلمتي كثير شغلات، ما في تعامل كثير مع اشياء مجهوله، يعني مو مثل اي عمل اخر.